يعتبر جوجل كروم هو أشهر متصفح عالميا، وتقريبا بيحتل لوحده أكتر من نص الماركت شير من البراوزرز عموما، وده لأنه معروف بسرعته الجبارة في معالجة الإشارات اللي بتوصل بين المواقع والأجهزة، ولأن الإنجنز بتاعته في معالجة الجرافيكس كويسة، وكمان نتيجة للميزات الجانبية زي التحكم في كل السيتنجز بطريقة مفصلة، وغير الإكستنشنز اللي ملهاش آخر من ألعاب لبرامج وغيرها كتير. والميزة الأكبر من كل ده هو إنه كروس بلاتفورم، سواء عندك ويندوز أو ماك أو لينكس أو كروم أو إس أو أي أو إس أو أندرويد حتى، فهتلاقيه موجود في كل الحالات بكل مميزاته. لكن المشكلة اللي كلنا عارفينها مع الكروم هي استهلاك الرامات. تعالوا نشوف إيه هي المشكلة دي وإزاي تحلها قدر الإمكان. اول حاجه عايزين نعرف ايه هي المشكله بتاعت كروم. الفكره انك لما بتفتح تابس كتير على كروم بتلاقي فيه كميه كبيره جدا من الرامات مستهلكه معاك، وده ممكن ياثر شويه على شغلك التاني على الجهاز، لو مثلا بتلعب لعبه في نفس الوقت او بتعمل ايديت لفيديو. تعالوا نتعمق شويه في المشكله. في عمليه بيستعملها الكروم معروفه باسم بروسيس ايزوليشن، يعني لو فتحنا التاسك مانجر هنلاقي ان الجهاز معتبر كل تاب في كروم كانه بروسيس لوحده. وهنا تيجي المشكله، كده كل تاب يعتبر كانه براوزر لوحده ليه الاكستنشنز والبلاجنز الخاصه بيه، وعشان كده بياخد مساحه كبيره من الرامات، على عكس لو كان كل التابات دي تعتبر حاجه واحده وليهم كلهم اكستنشن واحده كان الموضوع هيكون اقل بكتير جدا في الاستهلاك. تاني مشكله هي ان الكروم بيستعمل ميزه اسمها البري ريندرينج، ودي بتشتغل في الباك جراوند وبتستهلك رامات كتير، زائد انك لو عندك لابتوب هتستهلك البطاريه جامد. السؤال هنا هو ليه كروم بيعمل الحاجات اللي قلناها دي؟ الحاجات دي ليها ميزات كتير، مثلا لو انت فتحت صفحة وحصل فيها كراش لأي سبب من الأسباب، ده مش هيأثر على باقي الصفحات، كلها هتفضل مفتوحة عادي والبراوزر مش هيقف، لأن كل تاب كأنها عملية منفصلة عن الباقي. وتاني ميزة ان لو عندك أي موقع حصل عليه هجوم على هيئة مالوير أو أدوير، فده مش هيأثر على الصفحات التانية المفتوحة، وخصوصا لو انت في الوقت ده كنت مثلا بتبعت او بتستقبل حاجة مهمة وخطيرة او فتح اي اكاونت ليك في اي تاب تانية. وبالنسبة للميزة التانية اللي هي البري ريندرينج، فدي اللي بتساعد ان الصفح تتحمل اسرع بكتير عن اي براوزر تاني، زي ما تقول كده ده الجوريزم بيحاول يتوقع الصفحات اللي انت هتدخل عليها بعد شوية، وبالتالي بيعمل لها معالجة مسبقة في الباك جراوند. المعالجة المسبقة دي بتسرع من استقبالك للصفحة، لكن للأسف بتستهلك رامات اكتر. طيب كده خلاص استعرضنا المشكلة، نيجي للحل. مبدئيا جوجل لما بتيجي تنزل اي تحديث جديد اول حاجة بتهتم بيها هي النقطة دي، فده خبر كويس. الفكرة في انهم هيحسنوا في الفي 8 انجن بتاعهم، وده المتحكم في الجافا سكريبت بتاعت المتصفح، وبالتالي تصفح اسرع باستهلاك اقل. عموما التحديث ده لسه صادر من حوالي 20 يوم وفعلا بيحسن جامد جدا، لكن برضو ده مش كافي وعايزين حلول اكتر. اول حل وانت على كروم دوس على شيفت مع اسكيب، هتلاقي تاسك مانجر مخصوص بجوجل كروم فتح، ده لو انت على ويندوز، اما لو بتستعمل ماك هتلاقيها في الويندوز منيو. المهم اللي هيحصل هو انك هتلاقي كل التابس اللي عندك مفتوحه، الى جانب انك هتلاقي اي حاجه شغاله في الباك جراوند زي الجي بي يو بروسيس. طب ايه اللي يهمك هنا؟ لو انت عندك اي اكستنشنز او بلاجنز شغاله هتلاقيها ظاهره هنا، كل اللي هتعمله انك هتدوس على اللي انت مش محتاجه وتعمل له اند بروسيس. ودي نقطه مهمه، لان ناس كتير بتكون محمله اكستنشنز فعلا مش مفيده بالنسبه ليهم، تفضل تستهلك على الفاضي، اقفلها مؤقتا عشان تفضي شوية مساحة، وخصوصا لو كان الاكستنشن ده حاجة بتضرك انت وبتضر غيرك، انت فاتحه وبتأذي بيه الناس اللي بتعمل محتوى، وفي نفس الوقت بتأذي نفسك وبتستهلك مساحة وانت مش حاسس. النقطة اللي بعد كده هي انك تشيل الاكستنشنز خالص، لان الحركة اللي عملناها من شوية دي بتوقف الاكستنشنز مؤقتا. الفكرة هنا انك ساعات بتحمل اكستنشن لهدف مؤقت ولحظي وبعد كده بتنساه تماما، وهو بيعمل لك مشكلة. ببساطة هتروح عند علامة الثلاث نقط اللي فوق على اليمين وتختار سيتنج، وبعد كده تدخل على اكستنشنز وعندك خيارين، اما انك تقفل اكستنشنز حاليا وتشغله بعد كده وقت ما تحتاج، او انك تشيله خالص من علامة الصندوق لو انت مش هتحتاجه تاني. في برضو طريقة تانية تقدر تدخل بيها على الاكستنشنز، وهي انك تكتب كروم نقطتين فوق بعض double slash extensions في الادريس بار. تالت حاجة هي التحكم في البلاجنز،
معظم البلاجنز عموما اللي كانت بتشتغل على المواقع بتبقى قائمة على لغة فلاش، وبما ان كروم على وشك انه ينهي لغة فلاش فالمشكلة دي قربت تتحل في معظم المواقع. لكن برضو انت عشان توقف اللي مش مهم منها تقدر تكتب كروم نقطتين دبل سلاش سيتنجز، بعدها تروح لبرايفسي هتلاقيها تحتها كونتنت سيتنجز، وعند خانة فلاش هتختار ديكت اند ران امبورتنت فلاش كونتنت. وهنا عايز اقول ملحوظه مهمه، وهي ان خانه فلاش دي مش هتظهر لك لو انت عندك اصدار قديم من كروم. عموما برضو تقدر تشوف كل البلاجنز اللي عندك شغاله عن طريق انك تكتب الجمله دي في الادريس بار، وشيل علامه الاولويز الاود تو ران عشان تمنعهم من استهلاك الرامات. رابع حل هو انك تستعمل اكستنشنز يستهلك منك رامات قليله وفي المقابل يوفر عليك كتير، زي وان تاب او جريت سسبندر. اللي بيعمله وان تاب هو انه بيحول كل التابس اللي عندك لتاب واحده، وده هيساعد جدا لو انت بتفتح تابس كتير وبتنساها. تعالوا نعمل تجربه عمليه، بصوا كده انا فاتح كام تاب ومستهلك قد ايه. تعالوا بقى ندوس على علامه الوان تاب، وزي ما انتم شايفين كده كله اصبح تاب واحده والرامات استهلاكها قل نوعا ما. بعد كده تقدر تدوس على لينك واحد من دول لو عايز تاب معينه تفتح، او تدوس على ريستور اول عشان تفتحهم كلهم. اما جريد سسبندر بيديك ميزه تانيه، وهو انه بيشوف التابس اللي انت ما استعملتهاش بقالك فتره، وبيوقف اتصالها بالانترنت واستهلاكها من الرامات. طبعا ده هيكون احسن بكتير وتوفير اكبر. كمان لو انت في تاب معينه عايز توقفها مانوال ممكن برضو تعمل كده، ومجرد ما تحب ترجع تشتغل في التاب دي تقدر تدوس في اي مكان وهترجع تعمل ريلود عادي. اتمنى تكون النقط دي هتساعد بعض الناس، خصوصا اللي عندهم كميه رامات قليله. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو مع كل اصحابك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وبرضو تقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو. ولو عندك اقتراح لأي فيديو جاي ياريت تشوفه في الكومنتات. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، سلام.